सुननी हो अमीर बंदा है मम्मी वो दरमियान वाली कुर्सी पर चल जाओ कसमें सही है नजर आएगा मारे भाई नहीं चला जाता मैं बहना फिर मैं थोड़ा मैं एक हिसाब से रखी हुई हूँ एक हिसाब से रखी हुई क्या ये
ये बड़ा लज्जा।
Hey, hazard, party, be not.
جب مستی نظر آئی بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی کبھی ہوتی خریدی اور کبھی بہلو بیچی خدا تیری جنت بڑی سستی نظر آئی ہر ملنگ Yeah.
Yeah.
حاضری کے محترم، آج کی یہ بابرکت محفل نعت و قوالی عظیم روحانی شخصیت حضرت پیر سید علی جان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حکم پہ اس کا آغاز ہوا. گزشتہ کئی سال سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ان کے خادم خاص اس تقریب کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ اہل عشاق کے لیے اس قسم کی محافل کا اہتمام کرتی ہے. آج کی اس بابرکت تقریب کے مہمان خصوصی سابق وزیر مملکت جناب تسنیم احمد قریشی اپنی نشست پر جلوہ افروز ہیں. جتنے بھی ہمارے مہمانان خصوصی ہیں، جتنے بھی مہمانان خاص ہیں، جتنے بھی مہمانان عام ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس بارگاہ میں اگر ان کی حاضری قبول ہو گئی ہے تو تمام کے تمام مہمانان خاص ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس محفل کا اختتام ہمیشہ دعا پر ہوتا ہے. میں آج کی اس تقریب کے صدر جناب حافظ محمد احمد ساقی صابری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں. دعا میں شامل ہو کر یہاں سے جائیے گا. آئیے سنتے ہیں دعا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، يا من هو فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبي، يا من هو بالمنزل الأعلى، يا من ليس كمثله شيء. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على علمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على جلدك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على خلقك بعد قدرتك. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم. يا رب يا رب يا رب يا حي يا نور روح السميع أذان قلبي فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.